بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والجوازم ثمانية عشر والجوازم كوا مضارعة جزبية ثمانية عشر سديد يطبن وي وهي سديد يطبن كاسي اللام وي ولما وي وآلم وي وآلم وي واللام الأمر وي والدعاء وي ولا في النهي وي والدعاء وي وإن وي وما وي ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وحن كسو بحني فعل مضارع عامل كي رفعين يي يوه عامل كي نسبين يي لبدا وصوبراني صحيح؟ مضارع عامل كي جزمين يي أو كليا نوردمان مضارع وحي الله إعراب يي يا عامل كي ku amal falayo wuxuu dhanba arkas dhinacan iska dhigeyna mudari'a aamilka jazmiya musannifku wuxuu yiri waa 18 kaasi 18 iska hayso adigu hadda laakiin waa la kala jeeyo muxuu aha qaarban sax aad u ahayn 18 ka way qaybsamaan lixda u hore سيدي توكا لحظة هوري مضارع جزميان هل فعلي بيني جزميان هل فعلي يا أصل هان وجزميان لحظة سينا وحوي اللم لما ألم ألم لام الأمر والدعاء لا في النهي والدعاء لحظة سي هل فعلي بيني جزميان صحيح waxa jira marka lixda waa isku celin kara waxa la isku celin lam lama soo lama maaha waxa ka dambeeya alam alama hee lam lamaad iyo alif lagu dareeli waayo lam iyo lamaad iyo alif la gelin hay waayo wax kale maaha alif wax lagu weydinayo wax hamzatul istifham allah hamza wax alif wax lagu weydinayo misla fahanni marka halba isla noqonayaan laba kaliye noqonayaan lam iyo lama لماذا كان لام الأمر والدعاء وليه لفت هذا لا في طلب لم في لام في طلب ولا في طلب كلية اللي هذا أي يقولنا بالله والله من طالبا دع جزما في الفعل هكذا باللم ولما أنت سوق شيء ابن مالك بالله والله من طالبا دع جزما هذا وحق طلبي لا يلا محبي جزميان وحالما إذا لم يلا ما أنا أبغى أفرت كلية عالوك لا بتبضين أيوه أفرتن هل فعل بي جزميان مثال أنك سيو لم أر قرآن ككفر بضنا لم يلد ولم يولد قرآن مخواركتين سورة دي كجرت سورة إخلاص ولا وذيقة إسلام ما بيخان وايهي لم يلد لم حرف جزم لم حرف جزم يلد فعل مضارع مجزوم باللم مجزوم باللام هذا خطك تهدو ورير واي واي عامل كي جزمنا ينا شيك عامل كان برا هنا هدير هي عام برا نو أنا هلفا وقادنا لم يلد اللام حرف جزم يلد فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر أصوب برا نكاسه لم يولد يا لم يكن ولا مت واي هي لما يذوقوا عذابي أيض قرآن سماها لما حرف جزم يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة صحيح سماها لا لا ذا هدي قف أتكسر رئيسه وأمر أتسيني وأدو أد مامولي هدو يهي قف أدلا هذلي لا ذا الناهية اللي يري هذا الناهية أتكسر رئيسه أدقى وهذا واحد ويدي سنة يصد بري يسادي أي تاينة دعاء ليرة هذا لكن لا هذا هو أنتيه كله وحكى له بدل إياه قف كأدلة هذلي هذه قف تكاهو سيء أدلة هذلينا لا هذا وحي نقول إن هي واحد بتكريبي هيس قف كاس الرئي هذه أدلة هذلينا دعاء إياه ويانا وبريوتهم هيس لا والله أنويه وحكى لكم كله بدلنا أنا قاعد يا وحاتره لا تنظرني هي سوفيرين واي هذا كسر رئيس مامون هذا لذا إن هي نغني صحيح؟ إت كسر رئيس هذا الكاكوت هذا الدعاء نغني لكن لذا الدعاء دي إن هي واسكمت لم لذا لم تنوال لمت
لام تا مركا اي مضارع جزمين والله هوسلي لام واحد جرا كورديغان ومضارع قشو ومقع كاليلي ويوغان دونا تاني واهوس ديغان مضارع ويجزمين ليضرب لينفق ذو ساعة ما مغشين لينفق اللام لام الأمر لام لام الأمر اللي هذا مقع هذا ينفق فعل المضارع مجزوم باللام الأمر علامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء وحلم ذي لا ذي لا تحزن إن الله معنا لا ناهية تحزن فعل المضارع المجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون أفرتاس حرف أفرت بوض حرف أفرتا حرف فعل بجزميان هذه لك لا ترتريان اللح بين غنيان لح ذاسي وحروف هل فعليين جزميان سيدادي يطبن اللح هذا الكب حسو محاسو هرية لبا يطبن لبا يطبن كاس كي لا أركب لبا فعلي جزمنا هل فعلكم أفل لبا فعلي إصدبا تالو ميدو جزمنا ميدكالو سواقبنا وجزمنا نبو إصدبا ديجي مثل فاني لبا فعلي بجزمنا إن أياؤها الرئيسة عيد القرآن وحيته وإن تعودوا نعود وإن تعودوا نعود إن حرف جزم حرف شرط النوالي هذا هو بردنا شرط وحلوليه إن حرف جزم تعودوا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون حذف النون صح حذف النون نعود فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون حذف النون أسنى سكون وايا هي لبا فعل كير مجزمني وعلم ده من يعمل سوءا يجزى به من اسم شر اسمي هو كان حرف ما بلا يوحى كان عدكونا قارن حرفين قنا قارن اسمين قنا من اسم شرط جازم يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون يجزى فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون حذف حرف العلة صحيح واقرني يعني لما سلا يلبى فعل جزمنا مثال هذا قبل كين كرت أحسوا سيد بغن هل مثال هذا وضع كمان كرت ما أنتوا إذل إن تضرب أضرب من يضرب أضرب ما تضرب أضرب ولقى أيون تضرب أضرب ولقى أبو قوة يعني لا بفعل إني جزمي أنا لازمة وزلفة أني سمان وحكو داري مصنفك كيف ما إذا أسقى وشيقى يو وحما جزميسو روح مركة وقبي يو شعر ما تغنن روح دو قبي يو روح مركة وشعر يا ما قبي يو وحيابا هذا الكعادي أن كوب بنانين يا أوب بنانان يا سو وبالضرار أو تناسب ينصرف بالمنع والمصروف قد لا ينصرف ضرورة اللي يرى هذا حلقة يابا وحن هذا عادي وهذا ليسو عن كوسو روبين يلقو أقول يهي مركة أد قبي إذا وحب ما جزمسو لكن هذا قبي وأضب باحتو إنه كو جزمسو وكو جزمين كرت لب مالي استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتجمل أي بيت شاعرة وأنا بيت حكمة استغني كافتون يهوني ما أغناك أنت أكو كافنا يا ربك ربك بالغنى أخذ أنتني ما أكو كافنا يو أنت هذا وحايسته وحبطسي ذاتك ها أبرين حقا ما أنت بينك وحايسته ما هانو ما أنت حقا بينك وحايسته عاوي عشري ذاتك هان سوو ويدين أحدين ما قراتي استغني ما أغناك ربك بالغنى أنت ربي هذا كادي أخذ أنتني ما هذا كو كافتون بس خلاص ذاتك حبا ويدين وإذا تصيبك خصاصة قاجها دايك وقود عذنة فتجمل إسعادك مركا نفتي هابر يوتو من هنا روح سقارة القصب كذا ما غشين هي روح سقارة القصب وايا هي مركا محلو شايتك وعوية وإذا تصيب أيوكو جزمية مركا شدو تصيب إيا فتجمل لبا فعلي بكو جزمية وحانا كان ضرورة شعري قبيقة كيف ما أيوكو داري كيف ما ولي وحكو جزمية لما أرك ولي كيف ما تفعل أفعال يشرح هذا أجرم القرآن لكن هو كان يعني كلام عربي ورسمي ما كيف ما وحمد جزمسه إذا أنا قبل يكلي يحكو جزمسه
انت كرنا من لبا فعلي بي جزميان ان مرك لغا صوب الله انت بس لفهني سيدنا بمو فهني كقدب هل كا وحا نوغو رماضي فعلي عامل كيكو عمل فلي سو معنى ان باب الافعال وحوك بالله بي عوامشي عمل فلي سي فعلي عامل كيكو عمل فلي اي اسمي عامل كيكو عمل فلي لبا سروا انو كورمو سو معنى ان دين فعلي عامل كيكو عمل فلي كو عمل فلي وكورم او دمي فعلا ما حرف عياء وان نقانا ما حنصبياء وان نقانا ما حجزميان وان نقانا باب معرفة أي باب الإعراب إعراب حالي إذا سد حرمه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها انت فعلا وكان نقانا خلاص وحن نقوم لنه سو ماذا قرن ما حنو هري اسمي عوامشي سي كاسو ربائنو بالله اسمي أمرك عاملك كو عمل فلا وعامل رفعين ايو وعامل نصبين ايو يا عامل جزمينيو ها خفضنا يوميا ولا جزم فيها ما هي صحيح ويا وعامل رفعنا يا عامل نصبنا يا عامل خفضنا يو أما جريو عوامشي برو مركن وكوشيو عامل رفعنا يو كو سو هرمريني عامل نصبنا يو كو كوحجيني عامل خفضنا يو دنبيسيني عامل خفضنا يو مركو دمينا كتابك وا دمانيا خلاص عامل خفضنا يو دنبيا كتاب ايه todoba jeer ayaa ficil la rafciya sida ajrumiga uu noo sheegayo todoba jeer ayaa ficil la ismi la rafciya todoba jeer ayaa ismi la rafciya afar iyo toban jeerna waa la nasbiya isku dar ya koo ila waatan matay saddex jeerna waa la khafdiya afar ila waatan ka weeyo i'raabka ismigana afar ila waatan ka soo khalas afar ila waatan ka soo kala jaraya باب مرفوعات الأسماء أسماء الله رفعنا يؤبابيه المرفوعات أسماء الله رفعها سبعة تضبوي وهي تضبوي لأسي الفاعل فاعل يو المفعول مفعول الذي مفعولك أو لم يسمى أن لشيقين فاعله فاعل كيسي أن لشيقين يو المبتدأ ومبتدأ يو خبره مبتدأ خبرك يو اسم كان كان اسم هذا يو أخواتها وخبر إن خبر كذا يو أخواتها يو التابع كي راعي للمرفوع من الرفعنا يراعي وهو تابعنا أربعة أشياء أفر شيء وي النعت والعطف والتوكيد والبدل أفر تنوي أسماء ذا مخا جيرو لرفعيا تدوبة جيرا لرفعيا تدوبة ذا جير مد والباب كوكينة فاعل باب قوني يوليه المفعول الذي لم يسمى فاعله باب قوني بوليه مبتدا يا خبر باب قوني بيليه اسمه كار وحاصل مد باب كوكينية بس لا فاني وياي هاي باب الفاعل فاعل أي باب هاي باب الفاعل مصنف كوه وكجاهد ليا الله بقى الرمود وكذي باب الفاعل مصنف كوه وجاهد ليا الله بقى الرمود بس معيت هاي فاعل محلي هذا كو ما هو قيب سما الله بدأ كلي وكاظلية فاعل محل يرى هذا يو ما هو قيب سما الله بدأ سورة بعينه كاظم فاعل محل يرى هذا سؤال جواب تيدو فاعل سد حر موضوح اللي جهلا فاعل يرى هذا اسم النمو مرفوع نمو فعل جيس وهرتيس الوشيو سد حر موضوح اللي جهلا فاعل يرى هذا اسم النمو فعل يا حرف من رفع علم النقطة اسم كل يا فاعل النقطة اسم النمو مرفوع نمو فاعل ودوا ولا مرفوع منصوب معها مجرور معها فعل جي سواء هرتي سلو شيء فاعل كان وحكو عمل فلا يا رفعنا يا وفعل فعل جاء يا فاعل كان وإنه فعل جاء هري يا فاعل كان الدمبيا ما دعي كرتو فاعل كنه هريو وين ترى هذا قام محمد قام محمد وينو دمبيا هدي محمد عن هور بريون محمد قام عن راه محمد فاعل من نغني وحكروا نغني دون يسلف فهمي ويهي فاعل محلي إلى هذا سد حد موضوع حلا غيره اسم نيمو مرفوع نيمو هرتي سو فعل جيس الكوشيو أنتي بروين وكوشيو الفاعل وفاعل هو فاعل الاسم اسمي المرفوع لرفعنيه المذكور اللي قبله هرتيسا وحا اللي
فعله فعليس سدح لي مو خوشيغه يا ويا فاعل مخوق بسم الله بقي بيوق بسم الله ظاهر يا مضمر لباسوق بسم الله وهو فاعلك على قسمين اللي بقي بوي ظاهر ومضمر ظاهر يا مضمر ظاهر يا مضمر ظاهر وحا لي يراها مقع عادي مقع عاسي عدة إسكالة بين آدم هالنقطه أما غير بين آدم هالنقطه مقع عد قار أهانيد لقوية أم روح قار أهانيد لقوية قانا أما جنس قار أهانيد أما نوع قار أهانيد لقوية قانا سيدا رجول نوكلة نوع قار أهانيد لقوية قانا حكا ودا مسخوشة أرض واي هي رجل واسم ظاهرة امرأة واسم ظاهرة محمد واسم ظاهرة زيد واسم ظاهرة أرض واسم ظاهرة سماء مضمر وحلي هذا مضمر ضمير واسكم معنى مضمر يا ضمير وحكم كلمة بدل مطمم كادي أن قارنو إن شاء الله تعالى وحنكو أركضونا باب الضمير مركب وكهذا يفصل المضمر والضمير اسمان بوليه دونا لما وضع للمتكلمين مضمر يا الضمير والوذاتك أنا أبتو من أكرة توري مضمر يا الضمير مضمر يا الضمير حكم كذا بدل مركب مضمر محل يلا أفسومان محل يلا هذا مقع ويال مقع ويال وحين أقول الآن مضمر ومقع ويال وحي أشيلا واسمي أما مقع قف كستل وري ذكره إدغار أهاني دول المجو مثال أنكو سيو أنت أوكال أدامكو إرادو أنت هي أدغا أنت وايك ها أنت وايك أوكال أنت وايك إدغار والذكرة مقع ويال للي يرادة يعني أما وا كناية للي يرادة سربيت أي سربيت في عنا ماها وا مقع ويال نسكدي هادبا فاعلكو لبقي يوقي بسما ظاهر يمضمر لبدا يوقي بسما مثال كان أركينا فالظاهر ظاهر كي نحو قولك هذا الكاغا يوحي لميد أوي قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند ولي قام وط فالظاهر نحو قولك قام زيد قام وفعل ماضي فعل ماضينا وحنكسو مرني هذا بابك أن كسو بحني وحنكسو مرني مبني إنو يهي ولبا مفتوح الآخر أبدنا كسو مرة إن ولقى فتح له بنين يو وهذا لذا قام فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب محل وذا ما كنا وين دورنا وهي هي قام فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب إسكان لا محل له من الإعراب مرة أن لا محل من الإعراب لديه نهجرته ولقى هذا القرآن هانو حفظه لا محل ما أنفع عيسو وهي هي ويقوم قام زيد محل شاهد كهذا أنه جدنا زيد وي زيد فاعل قام ذلذي قام فاعل كذي مرفوع بقام قام رفع هيس وهو عمل فري هيس مرفوع مثل رفعية وي بقام له رفعية وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد زيد فاعل قام مرفوع بقام أنت سهل برهن هاي نبسه وعلامة رفعه واحد مره صبرن باو معرفة علامة العرب أنك صبرن صبان قام زيد زيد فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد ويقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء انت صور نروى صوت براني هل حب النومان إنه زيد كريا نودمان زيد نوحنا ودمان وحيي فاعل قام مرفوع بقام انت كليا كبران هين أسنا مرفوع بقام وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وقام الزيداني قام فعل الماضي مبني على فتحة لا محل من الزيداني فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفعه الألف لأنه مثن نيابة وحلي يرين وجره مركي إذا نوين دوننا وهي ويقوم الزيداني يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء الزيداني فاعل قام فاعل يقوم مرفوع يقوم وعلامة رفعه الألف النيابة عن الضمة لأنه مثنى وقام الرجال قام فعل ماضي مبني على فتحة والنغانة الرجال فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفعه فتحة وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير ما ديه كرنا صح ميا
ويقوم الرجال يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره. الرجال فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير. وقامت هند قام فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. وطاء طاء تانيث وطاء طاء تانيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. هند فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفع ضمة ظاهرة في لأنه اسم مفرد وأن قال وتقوم هند والله مدون هو فعل مضارع وأن نجي مر مد والبين أجوكس إنه لازمية يا وكا العقل يقيس وياه عقل قال هو قياسا كرا. وقامت الهندان تثنية وياه ويقوم الهندان وقامت الهندات جمع وأنث صارم قامت قام فعل ماضي وتاو تاو تانيث الهندات فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع مؤنث صارم. وتقوم الهندات روالمد وقامت الهنود جمع تكسير وهي اسلام الله جمع تكسيري وهي قام فعل ماضي الهنود فاعل وقام مرفوع بقام وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع تكسير. وتقوم الهنود روالمد وقام أخوك قام فعل ماضي مبني على فتحة لا محل له من أخوه فاعل قام مرفوع بقام وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي ولما أن نجارين وما أشبه ذلك أنت وظاهرك. والمضمر ضميرك هنا 12 الله بيهتم ضميرك فاعلك النقضاء والله بيهتم سفي عن أفهن ضميرك فاعلك النقضاء الله بيهتم الله بيهتم كاسي معنى أهان سد حقيب أيوه قيب سمي معنى أهان سد حقيب أيوه قيب سمي لبا قف اسكه هذا اللي يا استعماله متكلم شن ضد له هذا اللي يوي شن ضد مقوي و لبا يتبنك لبا واقف اسكه هذا اللي هل قف اسكه هذا اللي ضربت تأجدا واي أنا قراعي قف ضد بدنك هذا اللي ضربنا أن جا قراعني أنت بيسلفهني شن وضد له هذا اللي هل إنه أضل هذا اللي ضرب تا أديك أجرعي؟ هل إسلامه أضل هذا اللي تأذى هو صديق ضرب تي إسلام يا أديك أجرعي؟ لا بقف أضل هذا رجع دمر متكي دونا هالنقطان ضربتوا ما لبدين إنه أديك أجرعي رج بدنه أضل هذا اللي ضربتم أديك أجرعي هؤم بدنه أضل هذا اللي ضربتنا دمر يهو بدني أديك أجرعي شن تانا ومخاضب أضل هذا اللي يو شن وغيب هل نو مكان ضرب هو قرا عيني كمان ضرب فاعل هو قرسوي ما شو كجرا ضرب هو واي هل إسلامه مكان ضربت واي قرا عدي فاعل ما شو قرسوي هي واي ضربت واي قرا عدي هي إسلامتي لو قف مكان ضربا واي قرا عين لبدي مكان رك بدنه مكان ضربوا واي قرا عين هؤم بدنه مكان ضربنا هؤم كبدنا واي قرا عين شنتان وغيب ضميرك الله يطمنك على سد حلا غيب أيوه غيب سما حاجة معناها لكن لما أنتوت لما أنتوت ضمير نكت هذا بهذا يكون دعوه ضميره نوى وذا مبني ضمير معرب مجرو ضميره لن ما تو بطبع يسكون حطور الرواسف عنو دقيس ضميره نوى وذا مبني بس لفهني مبني هدو يهي لما أنتي ضمير كان فاعل كأ وحضرته مبني على كذا وحصل وبنية في محل الرفع محل الرفع يا الله مبني على كذا في محل الرفع مبني على مثال ضربت إعراب الويل ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والطاء فاعل ضربه والطاء فاعل ضرب مبني على الضمة في محل الرفع مبني على الضمة والنقانة والضمة عامل أوسك بدلين بلوجي ده ضمة سيسا يا سارناني عامل بدلي كلانا مجرو صح سماها في محل الرفع محل لوجي ده محل محل لفظ يعني معنيه سوا بوس أما وا بير أما وا جاغو أما وا هيا كينا رعوين نواجر تصماها هيا ما بوس أما ميل يا محل اللي يرى هذا فينا كنا حجريد واي في محل ما كان نراهنه ماشي أسوق كنا حجريد ويا لفظة معنيه رفع النوحة ويا
بوس رفع أي ليده كل حجرا بوس أي رفع ليده هاي يعني كلامك يا وكل أود أودين هاي رفع يا نصب يا خفض يا جزم وحنو من ولا بير جوني ولا هاي مش نفهمني فاعل كان ضرب تأذني ما إعرابنا يده ومبني إعراب ملي إعراب ما أقبله اسمه اسم دليس لكن بيرتن أيضا حتى الفعل الجداش يس بيرتا أوضن فاعل اسكله فاعلنا رفع عليه مش نفهمني هذا في محل رفع وحلوجي إذا تأذني بير أما بوس رفع أي ليه ذا هاي يكون حجرته ما دام فاعل تاي بوس رفع أي ليه ذا هاي إيه هو قاضن إن ضربته تأذيب على إعرابي هاي هذا أما بعرب ومبني يده إعرابنا أقبل ميسو عكس هذا سب ميسو بعرابي كرتي لكن بيرتن أي كل حجر فعل ماضي مركان لهن مبني على الفتحة لا محل لهم الإعراب مركان لهن معناه وحوي ماشي ويا لحتى ما الإعراب ما هلو كذي سوى بنيسي هاي ما الإعرابنا ما بيالو ماشي ما بوس إسكبنانا عدنا ما أيا لهن رفعا ما لها نصبا ما لها خفضا ما لها جزما ما لها عدنا ما له يود هي له لا محل لهم الإعراب سلايا نوتني في محل رفع النوح نوجدنا بوس رفع أي لاده كل حجر يتاذن يكون حجرته والمثل فهني ضمائر تان ضمان فاعل كأ ضمائر مفعول به وينو إيمان دونان أيونا في محل النصب نانده دونا ضمير دن وود مبني ملكو وود مبني هي أيوه كل حجر يا في محل رفع أما في محل النصب أما في محل خفض أيوه كل حجر يا مثل فهني مركا ضمائر تان فاعل كأ في محل رفع وين أيوه مبنيه ويا هي والمضمر بثنا عشان نحو قولك ضربت أنا قرعي ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب وأنا قلنا سماها بوسك أويا لا بوس إعراب ماها أبصيب أويا لا وتاو فاعل مبني على الضمة في محله في محل الرفع صح في محل الرفع وأنا قلنا ضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب وتاو فاعل مبني على الضمة وتاو فاعل ضرب مبني على الفتحة في محل الرفع ضربتي ضرب فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب وطاء فاعل ضرب مبني على الكسرة في محل الرفع ولي قابل سلاء كود ضربنا نا فاعل مبني على السكون في محل الرفع ضربوا ضربنا كل واحد يكون بنيسيهن باتشيقي في محل الرفع نواض راعيني ضرب ضربت ما ضربتم ضربتن ضرب ضربت لا بلا سوى حقا بيانين أباهن ضرب فعل ماضي مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب ضرب وفعله أوكليه فاعلك أوي ضمير مستتر فيه تقديره هو الليله ضمير وضمير مستتر كقرصون فيه فعله نحديس كقرصون يعي وضمير فعله كقرصون أنمغنين ويهي ضمير كفعله كقرصون إن أنكو شيء وهذي أندمعه هو أنكليه ضرب فعل ماضي مبني على فتحة لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره إن أنكو قدر هدان دون هو وي هذا ضمير مستتر وقرسون يهي وي وحذفين يهي ماها فاعل ما حذفه وحذفين يهي ماشو كما يقيه لو ما تشيده ما أركي هايسد ما أركي هايسد منا منا حذفنا وحن الأركي إنه واحد فلين مجرى، يا وحن الأركي إنه قرصون وما إيش كوجر مجرى هرت، يا سيكون يعكرت، وحاسب عيوه، يا العكس وماها، لعكتي قوي، ويكما قلت مش وانطوري، قوي، مستتر وهو قرصون ده، مستتر معني هو سدا، يعني لعكتي واحد ليه ذهي ضمير مستتر في اليد قعدت يكون حق قرصونته كما حد فينا هدي لك لا في هو الارك لعكتي اذا فاني ضمير مستتر معني جواسيده محذوف ماها ومحذوف او وخي مشى لغا تورى سدا او لعكتي قعد ما كجرتا واحد فينا مركا صحيح مستترنا ويكون دح جرتا واي مثل الاركيو هدبا ضرب فعل ما دفاع الكيس هو ضمير مستتر فيه تقديره هو ضمير ضمير ويا مستتر كو قرصون فيه فعل و خدح قرصون يحي تقديره ان ان برنامج كو كينو هدا دونتنا هو واي وتا ما قرتي
هو ذي مركب فاعل وضربه وهي مبنية على الفتحة مع في محل الرفع. ضربت ضرب فعل الماضي مبني على فتحة لا محله من العرب وتا 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 نث مبني على سكون لا محله من العرب إماله. وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هي إسلام وهي سمع هي فاعل ضرب مبني على فتحة في محل رفع. ضرب فعل الماضي ألف تفاعل كي سكون الوبني محل رفع يلا ضربوا ووضوا اللميت ضربنا النون توا اللميت وروحوا قرصون يا جرميشة يا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سؤال هذا هيسان إير